على هامش مؤتمر الرياضة العلمي كان لنا لقاء مع الدكتور كارل فوستر، وكان لنا حديث حول المؤتمر وما حصل به. Part of the goal of the conference is to produce a special issue in IJSPP to sort of summarize a lot of the things. هذا المؤتمر فاق التوقعات، وهو مشابه لمؤتمر عقد عام 1996 في ستوكهولم. آنذاك أصدروا كتابا عن حركة العضلات أثناء التدريبات، والذي يعتبر المرجع الوحيد منذ عقود والذي يهتم بالعضلات. ولكن من يهتم بالعمل مع اللاعبين سيستعين بالنصوص التي ستصدر عن هذا المؤتمر. بالنسبة لي هذا المؤتمر مميز للغاية. The point where almost every human who wants to get into sports has the opportunity these days. الأمر يتلخص أن كل إنسان يريد أن ينخرط في المجال الرياضي، فإن الفرصة سانحة له في أيامنا هذه. نحن لا نسعى إلى تطوير المجال الرياضي بشكل احترافي نظراً لازدياد عدد الممارسين للرياضة، بل نعمل ذلك بهدف مساعدة الرياضيين النخبة لتحقيق إنجازات لبلادهم. المدربون هم من يسألون الأسئلة المناسبة وليس الأكاديميون. يتوجب علينا كأكاديميين الاستماع أكثر وعدم التحدث كثيرا. مهمتنا هي مساعدة المدربين لتطوير مستواهم، فسنكون قد أنجزنا مهمتنا. بدون عمل جماعي ليس بإمكاننا أن نصنع أبطالا للمستقبل. Athletes and a medalist. The infrastructure is unbelievable. البنية التحتية لسباير مميزة للغاية. هناك مثل أمريكي يقول: ضع الرجل المناسب في المكان المناسب. والمميز في أكاديمية سباير هو تواجد طاقم عمل محترف يعمل داخل بنية تحتية ومنشأة مذهلة. طاقم العمل هذا يسعى لصنع رياضيين من شأنهم تحقيق البطولات لدولة قطر، وهذا ليس بالأمر السهل نظراً للتعداد السكاني القليل لدولة قطر، لكن بدون أدنى شك أنتم تسيرون في الطريق الصحيح. هذه هي زيارتي الأولى لقطر. في الشرق الأوسط قمت فقط بزيارة جمهورية مصر العربية. بلادكم جميلة ومتطورة وفاقت كافة التوقعات. الشعب القطري عاملنا بمحبة وهذا أمر رائع. لقد كانت زيارة ممتعة.